بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، شرعنا في الباب التاسع حول كتابة المصحف، وأخذنا البارحة يعني شيئا من تاريخ كتابة المصحف. ذكرنا مرحلتين، المرحلة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت كتابة المصحف، ثم ذكرنا المرحلة الثانية وهي في مرحلة الصديق رضي الله عنه، كيف كانت جمع الصحف في مصحف، وقلنا إنها بقيت عند حفصة إلى أن أتى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان رضي الله تعالى عنه أيضا في غزوة من الغزوات في أذربيجان وأرمينيا حدث يعني شيء، وهو أن رجلا قرأ القرآن على غير ما هو عليه، وبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه، فخاف عثمان على القرآن من أن يحرف وأن يصير معه الأمر كما صار مع الإنجيل والتوراة، فكون لجنة، وتلك اللجنة فيها خاصة الصحابة ممن له عناية بالكتابة وبالقرآن الكريم، وكان على رأسهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وغيرهما. فكتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف القرآن الكريم وفق رسم متفق عليه، قد يخالف ذلك الرسم المشهور من اللغة العربية لكن لا يخالف مطلق اللغة العربية. كتب بعض التاءات التي في الأصل أنها على الهاء هو كتبها مبسوطة، وهكذا في كثير من المواضع، مثلا في قوله تعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين، كتبها فمال الذين، فمال فراغ الذين، وهكذا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. رأيتم الصلاة كتبت على الواو، شايفين هذا في المصحف، الصلاة فيها الواو، يقيمون الصلاة، الحياة. لماذا كتب هذا عثمان بهذه الطريقة رضي الله عنه؟ كي تجري على تلك الرسومات باقي القراءات، لأن قراءة فيها الصلاة قراءة فيها الصلوات، فلو لم يكتب على تلك الهيئة لما صارت عليها القراءة التي فيها الصلوات، ولهذا يحتاج فقط إلى أن يوضع ألف صغيرة فيصير الجمع كلمة كلمات، واضح؟ توضع ألف صغيرة. كتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف على هذه الهيئة، وكتب 6 نسخ، وأرسل إلى الأمصار، إلى كل مصر أرسل نسخة، نسخة إلى المدينة، نسخة مكة، نسخة الشام، نسخة مصر، وهكذا حتى انتشر المصحف وانتشر ما هو بين أيديكم على تلك الصورة. لكن كان مكتوبا بالتصحيف. وش معنى التصحيف؟ عدم وضع النقاط، كان مكتوب بدون نقاط، حتى جاء عهد عبد الملك بن مروان فوضع النقاط، وضعت النقاط ووضع التشكيل. ثم لما جاء عهد الحجاج بن يوسف، تعرفونه الحجاج بن يوسف هذا الظالم الذي نكرهه ولا نحبه، وقد قتل خيرة التابعين، قتل سعيد بن جبير وكان يعيره ويقول له الشقي بن كسير، قتله، ولما قتله منذ أن قتله إلى أن مات وهو يرى في المنام أن سعيدا رحمه الله يجره من قدمه، وهذه رؤيا على أنه هالك. ولكن يقال إن أحد التابعين وهو محمد بن سيرين أظن قال لم أغبط الحجاج إلا في موضعين، الأول شدة عنايته بالقرآن، والثاني أنه في سكرة الموت. واش قال الحجاج؟ قال قبل ما يموت آخر حاجة قالها، قال اللهم إنهم يزعمون أنك لن تغفر لي فاغفر لي، ومات. هكذا قال الحجاج. الحجاج واش دار؟ الحجاج هو اللي قسم القرآن إلى حزب، نصف، ثمن، جزء، ربع، هو اللي قسمه، والعلماء قالوا ليته لم يفعل، ما كانش محزب. التحزيب النبوي شيء، وتحزيب الحجاج شيء آخر،
وليته لم يفعل كما قال العلماء. لماذا؟ لأنه أحيانا يجعل رأس الحزب في نصف قصة ونهاية الحزب في نصف معنى لا يتم، وهذا كثير لا سيما في سورة البقرة. لكن العلماء ساروا على ذلك التحزيب ومشوا عليه لأنه كان طاغية وكان يجبر الناس على رأيه. وكان العلماء إذا كان هو صلى بصلاة بدعية كان يصلي ربما الصلاة الواحدة 12 ركعة، ثم يلتفت إلى الناس ويقول لهم هل أزيدكم؟ فيقولون له نحن معك في الزيادة. علاه؟ لأنه كان طاغية وكان يخالف، كان يقتل كل من يخالفه. هو الذي قسم المصحف على ما نراه اليوم، وليته لم يفعل، ولكن خلاص ما دام درج عليها الناس والعلماء والأمة أجمعين فلا حرج في ذلك. ثم بدأ المؤلف وذكر شيئا من هذا، نقرأ فقط الفقرة الأولى. قال: أعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم من حيث الترتيب، لا يقصد من حيث الرسم، من حيث الترتيب. يعني صح كانت الفاتحة قبل البقرة والبقرة قبل آل عمران وهكذا على نفس الترتيب الذي عندنا اليوم، لأنه قلنا البارحة أن الصورة أو الآية كانت كلما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها في مكان كذا قبل كذا وبعد كذا، حتى انتهى المصحف على الهيئة التي عندنا اليوم من حيث الترتيب. قال: ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال. وهذا النوع الأول من الحفظ، وهو من أشرف أنواع الحفظ، الحفظ في صدور الرجال. قال: فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. نقتصر على هذا لأنني أريد أن أتكلم على قضية حفظ القرآن، هل هو مطلب لذاته أم لغيره؟ هل هو شرط لطالب العلم أن يختم القرآن أم ليس شرطا؟ هل يسمى الطالب طالبا وهو لا يختم القرآن؟ هذه كلها أحكام نتركها إن شاء الله غدا، والله أعلم. بارك الله فيكم، شكرا.